السلام عليكم حبايبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا مدوزين النهار بخير وعلى خير. انا رجعت لكم تاني بواحد الوصفه زوينه. هي ماشي ديال البلاد. هاد الوصفه كيديروها السوريين، فلافل. عندنا هنا كنحتاجوا الحمص، حمص. انا هنا راني كنت مرطباه. عندنا بصله صغيره، عندنا المعدنوس، الثومه. ها هي الثومه، ندير هنايا انا جوج دروس ديال الثومه. المهم خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. ناخذ هنايا هاد المعدنوس، الثومه، بصله. انا هنا عندي هاد المولينك الصغيره عشان قصيتهم. حمص الى ما كانش عندكم هذا اللي مرطب، تقدروا تعوضوا بهذوك ديال القراعي، كيكون مرطب في القراعي ديجا عند مال الحوانت. من بعد ما طحنتو كما كتشوفوا معايا، دابا غادي نزيد لهم شويه ديال العرقه صغيره ديال الكمون. البزار كنبغيش نكثر انا البزار على حساب البنيه. والملحه صافي. دابا غادي نخلطوهم. ها نسيت، غنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخميره حمراء. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الماء. غادي نخلطو هذا الشيء كامل مزيان، وغادي ندخلوه للثلاجه لمده 15 دقيقه، وعاد نخرجوه نكوروه. المهم خليكم معايا باش تشوفوا غادي ندير من بعد. هانا من بعد 15 دقيقه خرجته من الثلاجه، دابا غادي نديرو كويرات. وراني رادة الزيت تحمى، خص الزيت تكون حاميه مزيان. المهم نتلاقاو من بعد ما نكمل هاد الكويرات. هانا حبيباتي، من بعد ما كملت له التكوار، دابا غادي نردو فوق النار. الزيت راها حمات مزيان مزيان، ودابا غادي نقص لها العافيه، وغادي نحط فيها الكويرات ديالي ونخليهم يطيبوا ويتحمروا على خاطرهم. بون البنات، من بعد ما قليتهم كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، وراني رافقتهم مع هاد لاصوص، لاصوص فيغ. الا بغيتو نشاركها معاكم خليو لي كومونتير، وان شاء الله فيديو اخر نديرها لكم. ما قدنيش الوقت باش نديرها. هنا غادي نخليكم تهلاو فراسكم، وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد. وكالعاده ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك اللي كانت اول مره غادي تشوف القناه ديالي، وتفعلوا الجرس، وما تنساوش تضغطوا على لايك وتخليوا لنا تعليق.